كغيرها من المدن العربية تضج العاصمة السودانية بأهلها وأطفالها في أيام عيد الأضحى المبارك. أجواء العيد في الخرطوم في تقرير مراسلتنا آسيا عطلة. والليل ينادي أن غدا العيد والشوارع تحتفي وتزدحم. الخرطوم لا يهدأ لها بال ولا تنام، تضج أسواقها بأصوات الباعة وجدال المشترين، وعيون الأطفال الناعسة ترى ملابس جديدة وهدايا، وأذانهم تستمع بطرب لأصوات الخراف التي تنادي هل من مجيب. اشتريت الضحية بتاعتي قبل شوي، والله اشتريتها والله من شارع الهوى ب3 مليون. يعني ضحية كبيرة شديد جدا وجميلة جدا ونظيفة وسمينة، يعني سمحة جدا، كله عشان الأهل والحبان والجيران والأخوان والأولاد كلنا. على صوت التهليل والتكبير تشرق الشمس، الجوامع تكتسي بحلة من الفرح مثلها مثل المصلين الذين يتجهون لصلاة العيد زرافات ووحدانا، فتنتظم الصفوف وتتوحد تلبية لشعائر العيد، وبعدها تتعانق الأيادي والوجوه تحمل الرضا، والكل يعيل على الكل، وفي الغالب بجمل سودانية صارت كأيقونة للعيد القابلة في ميناء، والتي تعني التمني بزيارة الحج في العام المقبل. سنة وانتم طيبين، العيد تبارك عليكم. للعيد في السودان نكهة ومذاق جميل يزيد البهجة والحبور، لا سيما وأن أهلنا في السودان أصحاب نجدة وكرم وإغاثة ملهوف، ويتميزوا ببر الوالدين وصلة الرحم ومكارم الأخلاق والإحسان إلى الجيران. فعيد الأضحى المبارك عيد مميز، بعد صلاة العيد يلعب الأطفال ويكون هنالك تواصل جميل. سرعان ما تخلو الشوارع من المهنئين والمباركين، فالكل يهرع لتولي أمر ذبيحته مبكرا لتعلو رائحة الشواء وتعبق الأمكنة، ثم تجتمع الأسر حول مائدة الطعام لتتناول ما طاب لها من لحوم الخراف السودانية الأشهر بطعمها ومذاقها والقابلة في ميناء. لقناة الآن آسيا عطلة، الخرطوم.